السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أمراض واضطرابات ودلالات مشاكل الأظافر. اضطرابات الأظافر الشاحبة. الأظافر الشاحبة ربما تكون علامة على وجود بعض المشاكل الصحية المهمة مثل الأنيميا والفشل القلبي وأمراض الكبد وسوء التغذية. اضطرابات الأظافر البيضاء. الأظافر التي يتغير لونها إلى الأبيض بالكامل من الممكن أن تكون مؤشرة على بعض المشاكل الكبد مثل التهاب الكبدي، وفي هذه الحالة يمكننا أن نلاحظ أنها تكون مصحوبة بأصفرار يرقان في جلد الأصابع. ثالثا، أظافر الصفراء. من أكثر أسباب أظافر الصفراء شيوعا هو إصابة بالفطريات، حيث أنه تفاقم الحالة وتطورها تتدهور حالة الأظافر حيث يصبح أكثر سمكا. وهناك بعض الحالات النادرة التي يكون اللون الأصفر فيها مؤشرا على حدوث أمراض خطيرة مثل أمراض الغدة الدرقية والرئة والبول والسكري والصدفية. رابعا، الأظافر الزرقاء. زرقان الأظافر يدل على أن هناك نقصا في الأكسجين الواصل لأطراف الأصابع محمولا في الهيموغلوبين الدم داخل الأوعية الدموية الدقيقة. وقد يدل نقص الأكسجين هذا وجود بعض أمراض مثل عدوى الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية أو بعض مشاكل القلب. خامسا، الأظافر المنقطة. وجود نقط على شكل حفر صغيرة على الأظافر قد يكون علامة مبكرة على مرض صدفية أو التهاب المفاصل. سادسا، الأظافر المتكسرة. الأظافر الجافة القابلة للكسر والتي تبدو في أحيان كثيرة مكسورة وبها تشققات مرتبطة ترتبط أحيانا بأمراض الغدة الدرقية، بينما التشققات المرتبطة بصفرة اللون في الأظافر تكون أكثر شيوعا في الإصابة بالفطريات. سابعا، التهاب ثنيات الأظافر. أحيانا يحدث للجلد المحيط بالأظافر والمسمى ثنيات الظافر أن يلتهب وينتفخ ويحدث له إحمرار. هذا ربما يكون بسبب بعض الأمراض التي تصيب أنسجة الجسم الموجودة في منطقة أسفل الجلد، حيث تحدث تفاعلات مناعية تسبب تدمير الخلايا والالتهابات. ثامنا، الخطوط الداكنة في الأظافر. وجود خطوط داكنة طويلة أسفل الظافر من علامات الخطيرة التي يجب الانتباه إليها مبكرا وفحصها، حيث أنه أحيانا تكون بسبب حدوث الميلانوما والتي تعتبر أخطر أنواع سرطان الجلد. تاسعا، الأظافر المتآكلة. بعض الأشخاص المعتادين على عض أظافرهم وتقطيعها بأسنانهم لا لشيء إلا أنه عادة قديمة لديهم، مما قد يسبب تشوهات كبيرة في الأظافر. وهذه الحالة في بعض الأحيان تدل على الإصابة بالتوتر الزائد والذي قد يحتاج إلى علاج يفيد في التغلب عليه. كذلك بعض أنواع من هذه العادة تكون مرتبطة بالإصابة بأمراض الوسواس القهري. إن شعرت أن هذه الحالة لديك وأنك غير قادر على إيقافها فعلا، فربما تستمر أو ستستفيد كثيرا من استشارة طبية. إذا هذه بعض المعلومات حول اضطرابات وأمراض الأظافر ودلالتها. إذا أعجبكم هذا الفيديو تقدروا الإعجاب واشتركوا في القناة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.